من خلال النزوح الهائل الى محافظه مارب حصلنا عده شكاوي مسابقه. كنا نزلنا مدرسة بعيدة شوية وكان في عليها ضغط شديد من قبل الطلاب والكادر التعليمي كان ناقص. كانت المدارس عدد الأصابع وفي مراكز مزدحمة وكان الوصول إليها فيها خطر على الطلاب. بناء هذه المدرسة أثر على الفتيات الوحدات المهاجرات بأنه في ناس يدعمونا وفي ناس مهتمين فينا، صارت شكلها أحلى، فصول أكثر، وقل عدد الفتيات في الفصل، يعني في حمامات إضافية وفيها مياه. الآن المبنى الجديد الحمد لله يعني بيفتح مجال كثير إنه المعلم يستخدم وسيلة تعليمية جديدة. أنا إحنا صراحة فرحنا لما رجعنا المدرسة ورجعنا إلى الدراسة كل يوم، وفرحنا لما شفنا الفصول حلو وجيدة.